السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود، ومعانا النهارده بي واي دي ال 3 2022 او الجيل الجديد من بي واي دي ال دي ال 3 2022. العربيه بتطرح حاليا في السوق المصري، هي طبعا تجميع محلي من الصانع الصيني بي واي دي، بتطرح بفئتين، الفئه الاولى بسعر 215000 والفئه الثانيه بسعر 225000، فرق حوالي 10000 جنيه ما بين الفئتين. اللي موجود النهارده او المتاحه حاليا في السوق المصري هي الفئه الاولى اللي قدامنا دلوقتي، ولما نتعرف عليها بشكل تفصيلي وسريع في الفيديو ده. اما الفئه الثانيه فهي لسه لم تطرح في السوق المصري، لكن ان شاء الله تطرح قريب جدا، يعني خلال اسبوعين بالكثير هتكون العربيه موجوده، وان شاء الله نعمل فيديو مفصل هنتكلم فيه على اهم الفروق ما بين الفئتين. بشكل اساسي عندنا مبدئيا كده في الفئات الاثنين اللي بتنزل بيهم العربيه، الاضاءه الاماميه بتيجي هالوجين مع عدسه لتركيز الاضاءه، وطبعا كل الاضاءه اللي موجوده قدام العربيه هنا بتبقى هالوجين، حتى كمان الاضاءه الخاصه بالفوج لايت الاماميه والاضاءه المساعده ليها هنا برده بتيجي هالوجين، مفيش فيها اي اختلاف. الاختلاف بيحصل في الفئه الثانيه، بيكون عندي سنسور للاضاءه، اما في الفئه الاولى هنا مفيش سنسور للاضاءه. طبعا عندي الديفيوزر الامامي بيجي بنفس لون العربيه، مفيش تصريح اسفل المحرك، لكن عندنا اجزاء من البلاستيك الاسود المط موجوده هنا زي فريم حوالين الفوق لايت الاماميه، وكمان بتلحم مع فتحات التهويه الخلفيه اللي موجوده هنا. الشبكه الاماميه برضو شكلها اختلف عن الجيل السابق، وطبعا بتيجي من البلاستيك الاسود المط مع تطعيمات من الكروم بحجم كبير جدا، واخده صدر العربيه بشكل واضح مع علامه بي واي دي في منتصف الشبكه الاماميه. المحرك في العربيه هنا بيجي 1500 سي سي بتنفس طبيعي، متوصل على ناقل حركه اوتوماتيكي سي في تي او متغير مستمر، بيحاكي في ادائه الست سرعات. المنظومه دي بتطلع قوه حصانيه حوالي 108 حصان، والعزم بيبقى 145 نيوتن متر. في جنب العربيه هنا الجنط واحد في الفئتين، مفيش فيه اي اختلاف. هنلاحظ انه الجنط بيجي 15 انش باللون الرصاصي الموحد، في يعني مش توتون ولا حاجه، وده شكل الجنط في الفئتين. بروفايل الكاوتش 195 على 60. طيب عندنا كمان ارتفاع العربيه عن الارض حوالي 17 سنتي، اقصى ارتفاع لاقرب نقطه للارض في العربيه 17 سنتي. طول قاعده العجلات حوالي 2 متر 64 بالظبط 2 متر 64 سنتي. طيب المرايات الجانبيه واحده من اهم الفروق ما بين الفئتين اللي بتنزل بيهم العربيه. عندنا طبعا المرايات الجانبيه هنا زي ما انتم شايفين في الفئه الاولى بيكون فيها اشارات جانبيه LED دي، في الفئتين ما فيش فيها اي اختلاف، لكن الاختلاف بيحصل في ضم المرايات الجانبيه. هنا الضم بيبقى مانوال، اما في الفئه الثانيه بيكون الضم اوتوماتيكي مع فتح وقفل العربيه، بالاضافه كمان لانه المرايه اليمين بيكون فيها كاميرا موجوده هنا في الفئه الثانيه علشان تساعد في عمليه الركن والرؤيه المحيطيه حوالين العربيه. طبعا هنلاحظ انه في عندنا فريم موجود هنا، الفريم ده بيبقى من الكروم وبيطلع من فوق بيبقى من الرابر الاسود، الازاز الخلفي الجانبي بيبقى فاميه مع كيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح زي ما احنا شايفين كده. طيب لو جينا كده للظهر، ظهر العربيه عندنا تطعيمات كروم موجوده بتعمل زي رمش موجود فوق الفانوس الخلفي اللي موجود هنا، وبتكمل معايا على باب الشنطه على عرض باب الشنطه بالكامل. طيب الفانوس الخلفي بيبقى الاضاءه الرئيسيه بتاعته هنا LED، اما اضاءه الاشارات واضاءه الريفرس او رجوع للخلف واضاءه الفرامل كذلك بتكون الاضاءه بتاعتها هالوجين. في عندنا تحت هنا في الاكسدام الخلفي بتبقى فيه عواكس اضاءه، لكن دي مش اضاءه حقيقيه، دي عواكس اضاءه مع موجود هنا جزء كده بيبقى من البلاستيك الاسود المط، بيدي منظر رياضي اكتر للعربيه مع شكل ديفيوزر خلفي مختلف وبيدي منظر كمان رياضي للعربيه. طيب الفئه الثانيه بيكون في عندي كاميرا خلفيه، هنا ما عنديش كاميرا خلفيه، وطبعا الكاميرا الخلفيه دي مع الكاميرا الجانبيه اللي هي تبقى في الجنب اليمين متوصلين الاثنين بشاشه اماميه 8 انش، ده طبعا في الفئه الثانيه، لكن هنا في الفئه الاولى ما عنديش كاميرات نهائيا. طيب تعالوا نفتح الشنطه. مساحه الشنطه للاسف مش معروفه لحد دلوقتي، لسه البروشور مش موضح مساحه الشنطه، ولكن هي واضح ان هي مساحه كبيره ومستغله بشكل كامل، ما فيش فيها اي هدر او يعني ضياع في المساحات. طبعا في عندي الجزء اللي تخص بالاستبن اللي موجود هنا، طبعا في الجنط بيجي بنفس مقاس الجنط الرئيسي بتاع العربيه، ومعاه طبعا العده الخاصه بيه اللي هو الكوريك والمفك. طبعا الكنبه الخلفيه كمان غير قابله للطي. هنا كمان من ضمن الاختلافات ان ما عنديش فتحه سقف
هنا في الفئة الأولى ما عنديش فتحة سقف، أما في الفئة الثانية فبيكون في فتحة سقف بتميز شكل العربية إلى حد ما. الماتيريال المستخدم في العربية من جوه في الأبواب بيبقى كله من البلاستيك، ما فيش أي تطعيمات من القماش أو الجلد في الأبواب، وكذلك مساحات التخزين اللي موجودة هنا مساحات صغيرة جدا في الحجم، ما تاخدش حتى إزازة أو كوباية، يعني ما تاخدش حاجة تكون عريضة، بتاخد حاجة ممكن تكون طويلة شوية يعني فايل ورق مثلا أو حاجة، لكن ما تاخدش مساحات أكتر من كده. الماتيريال المستخدم في الفرش هو الجلد بالكامل، وبيجي توتون او لونين زي ما احنا شايفين، رصاصي فاتح مع اللون الاسود او الرصاصي الغامق اللي موجود هنا، ومن الفئه الاولى بيجي من الجلد، الماتيريال بتاعته محترمه الى حد ما. عندنا كمان النفق الفتيس هنا بيبقى مرتفع شويه فهيعيق الجلوس في منتصف الكنبه الخلفيه، ولكن المساحات بشكل عام لطيفه في العربيه. احنا قلنا ان قاعده العجلات 2 متر 64 سنتي فهي مساحه مستغله بشكل لطيف جدا في المقصوره الداخليه للركاب. شاشة العدادات مبدئيا ده شكلها بتيجي انالوج، لكن بتاخد تصميم رياضي مختلف ومميز وشكله لطيف الحقيقة. طبعا مع الإضاءة بتاعت العربية بتشتغل، لكن طبعا معيش مفتاح للأسف. في تطعيمات من البيانو بلاك موجودة هنا حوالين فتحات التكييف، موجودة كمان هنا حوالين الأزرار الخاصة بالجزء بتاع الانفتيمن سيستم اللي هو الراديو اللي موجود هنا مع مكان للكارت أو الاس دي كارد، ومكان هنا لليو اس بي والاي او اكس، موجود كمان أسفل مسند الإيد اللي موجود هنا، مسند الإيد الأمامي بيبقى فيه جواه، معرفش اذا كان باين معانا في الكاميرا ولا لا، اهو مدخل يو اس بي تايب اي مع مدخل اي او اكس متوصلين طبعا بالانفوتينمنت سيستم الموجود هنا في العربيه. فتحتين او 2 كاب هولدر موجودين مع طفايه بورتبل او محموله، ومكان هنا للمفتاح مع عصايه نقل الحركه اللي بتيجي بتطعيمات من البيانو بلاك، شكلها شيك ومميز. وكمان عندنا كمان تطعيمات من البيانو بلاك على طول الكونسول الوسطي زي ما احنا شايفين عند فتحات التكييف كمان بالشكل ده، فتحات التكييف طبعا او البكر بتاع التكييف عفوا، بيجي بكر زي ما احنا شايفين بكر مع ازرار، يعني الازرار دي كده قابله للضغط عليها بالشكل ده. طيب لو طلعنا لفوق شويه هنلاحظ زي ما قلت لكم الانفوتيمنت سيستم اللي بيبقى مختلف ما بين الفئتين. في الفئه الثانيه الانفوتيمنت سيستم بيكون عباره عن شاشه 8 انش متوصله بكاميرا خلفيه وكاميرا يمين، وطبعا بتيجي تاتش سكرين والوان، مش عارف اذا كان فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو ولا لا، ولكن هنا في الفئه الاولى ما عنديش الشاشه دي. طيب عوامل السلامه والامان في العربيه واحده في الفئتين، مفيش فيها اي اختلاف. بتيجي فرامل اي بي اس او فرامل منع انغلاق مع فرامل اي بي دي او توزيع الكتروني للفرامل، مفيش اي اس بي في العربيه او نظام الاتزان الالكتروني ده مش موجود. وطبعا عندي 2 ايرباج، ايرباج للسائق وايرباج للراكب الامامي. طبعا في الفئه الثانيه كمان الدركسيون بيجي مالتي فانكشن او بيجي متعدد الاستخدامات علشان عندي شاشه، لكن طبعا هنا مفيش شاشه فبالتالي مش هتيجي مالتي فانكشن. ده كده سريعا ما يتعلق ب بي واي دي ال 3 او الجيل الجديد من بي واي دي ال 3 2022. بشكركم جدا على متابعتكم، ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ونتعرف فيه على كل التفاصيل المتعلقه بالفئه الثانيه من ال 3 بي واي دي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وعربيه جديده. مع السلامه.